السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم الحلقة تبعتنا بدنا نحل مشكلة اللي هي البوست سيدر، بحيث انه احنا نخلي تواريخ المقالات من بداية السنة اللي هي مثلا من 1/1/2020 الى اليوم، اوكي، عشان كمان لما نضيف عليها كومنتس انه تكون الكومنتس من بعد تواريخ البوست، اوكي. فكيف هذه الشغلة راح نسويها، وكيف كمان نسرع عملية إدخال البيانات في الداتابيس بالنسبة للأرقام اللي طلعت معنا في المرة الماضية اللي هي مثلا 4.52 1.15، أوكي. طبعا هذه الأرقام تعتبر كبيرة، افرض أنه أنا بدي أدخل بيانات أكثر من 1000، أكثر من 10,000، أوكي. راح نتعلم الطريقة كيف أنه إحنا نسرع هاي الشغلة ونحسن من جودة الكود تبعنا. نيجي مثلا على البوست، اوكي. اول حاجة انا محتاج انه انا اعرف عدد الايام اللي هي الارقام days يساوي array اللي هو مثلا 0 1 0 1 0 2، اوكي، لحد 30. خليني اكتبها كاملة وارجع لكم. تمام، نخليها لحد 28، لانه عندنا شهر 2 مرات بيكون 28 مرات بيكون 29، اوكي. فخلينا على 28 اللي هي عدد الايام. المانث اللي هي الاشهر يساوي اللي هو من 1 إلى 8، احنا حاليا بشهر 8 فمعناته احنا هنكون من 1 إلى 8. اوكي، البوست ديت اللي هو تاريخ المقال هيكون 2020 وبعديها نقطة اللي هو array random. خلينا نستدعي المكتبة اليوز import class، اوكي، random اللي هو احد الاشهر month، كمان minus اللي هو array random. طبعا بالمناسبة هذا الarray هذا من functions تبعت Laravel اللي هي اختصار للأريز في الـ PHP، أوكي. هناخد random من الـ date، كمان هنكمل عليها اللي هي مسافة، وبعديها 0 1 نقطتين رأسيتين 0 1 نقطتين رأسيتين 0 1، اللي هي هذه عبارة عن الساعة، وهذه عبارة عن الدقائق، وهذه عبارة عن الثواني. هندخلها مانيوال بهذا الوقت، اوكي. هذا البوست ديت، وطبعا في عندنا البوست تايتل، هنجيب البوست تايتل هنخليه خارج الانسرشن، نقول له هنا بوست تايتل يساوي فيكر سنتنس، اوكي، الراندوم. طيب ايش اللي راح نسويه؟ اول حاجة البوست هذه هنخليها عبارة عن array، اوكي، وهنحذف البوست create وهنخليها عبارة عن array، اوكي، انه هو ينشئ لنا arrays كاملة. هنا بدل الفيكر نكتب له post title، اوكي، وكمان هنضيف له الslug manual اللي هي عبارة عن ايش اللي هي الستر من illuminate support، اوكي. خلينا نستدعيها من فوق، import illuminate support str. بما انه احنا عندنا المقالات كلها هي انجليزي، اوكي، هنكتب له، هنستخدم الفانكشن من اللارافيل اللي هي الstr slug اللي هي البوست تايتل،
اوكي كمان هنضيف الـ created ad والـ updated ad. يساوي اللي هو الـ post date. اوكي وكمان هنا بدل created updated في كمان هنا عندنا d created at updated at اللي هي time stamp في Laravel الديفولت. طيب بعد ما انسأنا احنا array 1000 بوست في الري. اوكي يعني حاليا احنا مثلا لو خلينا 10000 هيطلع لنا 10000 بوست كالري. ايش اللي راح نسويه؟ في عندنا شغله اسمها الري تشانك، فخلينا نعرفها مثلا تشانكس يساوي الري اندرسكور تشانك. اوكي البوست خمسمية، انه كل 500 سوي لي نفذ لي هاي قسم لي الاري هاي لكل 500 خليها في اري مستقل لوحده. اوكي فمثلا انا لو عندي 10000 بوست فهي قسم لي 500 500 500 500 500 لحد ما يكمل لل 10000. اوكي طيب خلينا احنا على حسبة 1000 بوست، كيف راح نسوي ندخل البيانات هاي؟ هنيجي نكتب له for each اللي chunks as chunk. اوكي post بدل create هنكتب له insert. اوكي insert اللي هي اللي chunk عفوا chunk كل 500 بوست ادخل اياهم مره واحده وبعديها اصبر لي ثانيه وبعديها ادخل لي ال 500 الثانيه وبعديها اصبر ثانيه وبعديها ادخل لي ال 500 اللي بعدها لحد ما يخلص عدد اللي موجود في الاري. اوكي طيب هذا الكلام بدنا نطبقه كمان في الكومنت. هناخذ هذه هنروح على الكومنت بعد الفور هنكتب له التشانكس بس بدال البوست هنكتب له كومنت. اوكي وهنا كومنت هنحطها هنا هنحذف الالوكانت الاو ار ام تبعنا وهنضيفها مانيوال كامله. هنضيف هنا نكتب له مثلا سيلكتد اوكي يساوي اللي هي البوست راندوم بوست راندوم. اوكي عندنا البوست ديت هذه سيلكتد عندنا البوست ديت اللي هي عباره عن ايش اللي هي سيلكتد بوست كرييتد ات التاريخ تبع الانشاء تبعها حول لي اياها لتايم ستامب تايم ستامب. اوكي الكرنت ديت اللي هو تاريخ اليوم نحوله كمان تايم ستامب. ليش؟ عشان نخلي لما نسوي انسرت للداتا الكرييتد ات تبعت الكومنت ان نخليها في ما بين تاريخ انشاء المقال لحد تاريخ اليوم. فمعناته احنا نستخدم مكتبة الكارتون import class carbon carbon اللي هو now. اوكي وحول لي اياها ل time stamp time stamp. اوكي ايش اللي راح نسويه الان؟ راح نغير بدل post.random هنكتب له ايش اللي هي selected post.id. اوكي
وهنا اليوزرز ما فيهاش أي تغيير، هنضيف هنا الكرييتد آت وهنضيف الأبديتد آت اللي هو ديت. هنستخدم الفانكشن تبع ديت من البي اتش بي، نكتب له الواي ام دي اللي هو على حسب الستاندرد اللي هيدخل في الداتابيز، اتش كابيتال نقطتين رئيسيتين، اي نقطتين رئيسيتين، وبعدها اس. البارامتر الثاني اللي هو الراند، يعني جيب لي راندوم ما بين البوست ديت والكرنت ديت. وصلت المعلومة انه تسوي لي الكرييتد ات والابديتد ات بنفس التاريخ هذا، اوكي، اللي هو ما بين انشاء تاريخ البوست، ما بين تاريخ انشاء البوست وما بين اليوم، اوكي. نسوي دوبليكيت ونختار ابديتد ات، اوكي. طيب هنا عندنا 5000 كومنت وضفناهم برضو بالبوست، هي عبارة عن أري. احنا اضفنا هنا في البوست، ايوه نعم، هنا اضفنا بوست أري. طيب خلينا نضيف كمان تعريف من فوق اللي هو بوست يساوي أري فاضي. وهنا الكومنت تبعنا برضو نسويها كومنت يساوي الري، برضو نفس الاشي هنساوي هنا اللي هو الكومنتس تشانك 500 حقل مرة واحدة. لاحظ معي الان هنرجع لها هذه الارقام ونروح نشوف ايش الفرق. php seed enter، لاحظ عندنا هنا الكومنتس هذا اللي هيظهر فيه الفرق الكبير، وعندنا البوست تيبل سيدر هنا 1.15، عندنا البوست هنا 0.07، اوكي، وهنا الكومنتس من 4.52 الى 0.68. شفت كيف الفرق؟ هذه من الطرق انه احنا نحسن الكود تبعنا، اوكي. طيب نيجي نشيك عندنا في الداتابيز، لوجي في عندنا 5000 كومنت وفي عندنا البوست 1004. نضيف هيك نشوف البوست تايب، عندنا 4 بيجز، اوكي، about us و our vision. طبعا هو انا في عندي خطا في صفحه البيجز، اوكي، لكن انا اللي بدي اوريكم اياه هنا انه عندي هنا في السلايد الحقل الاول اللي هو about us، وعشان احنا سوينا انه يكون يونيك السلاجبل وعدلنا في الكونفيج تبعت السلاجبل في المجلد الكونفيج انه يضيف لي يا يخلي لي at ناقص واحد اذا كان موجود السلاج موجود في بوست ثاني انه يضيف لي عليه 0.1، واذا كان عندي كمان about us ثالث هيكون minus 2 وهكذا، اوكي. هنروح بس على البيز، معناته الداتابيز، البيجز انا مكررها مرتين، فمعناته بس نحذف واحد منهم. هيك احنا خلصنا السيدر تبعنا، اوكي. طبعا راح نرجع مره ثانيه عشان ننشئ البيرميشن وننشئ بعض الجداول الثانيه، لكن الان احنا الكور تبعنا جاهز في السي ام اس. نتابع مع بعض الحلقه الجايه كيف راح نبدا نعرض هاي البيانات عندنا في البرنامج تبعنا. اذا كنت اول مره تشوف القناه لا تنسى تشترك في القناه والاعجاب ومشاركه القناه، ودعوه في ظهر الغيب ويعطيكم العافيه.